تصريحات مارسيلو جيراردو المدير الفني لنادي الاتحاد بعد وصوله المملكة العربية السعودية وإتمام التعاقد، وتصريحاته طبعا يعني الناس اتكلمت فيها كتير، ولكن أنا شايف إن هي تصريحات أنا ما سمعتهاش ولا يشغلني إن أنا أسمعها، لأن أنا عايز أشوف الراجل على أرض الواقع. هتقول لي تصريحات أي مدير فني أو أي واحد في أي مكان بيجي يمسك منصب أو أي مكانة بيعمل التصريحات، وده حقه إن هو يعمل التصريحات، لكن أنت تقتنع بيها أو ما تقتنعش بيها. في ناس بتبقى حلوة في الكلام، بترتب لك الكلام وتقول لك كلام زي العسل، وتيجي في الواقع تلاقي إن كلامها ده كان يعني زبادي في الخلاط، كلام مش معقول، تطبيق على الواقع مش مظبوط خالص. لكن انا عشان احكم على مارسيلو جيراردو حتى نجاحه مع الفرق اللي مسكها في امريكا اللاتينيه فده اللي خاص بيه، لكن انا الواقع بتاعي ايه؟ هو هيعمل ايه مع الاتحاد؟ احنا داخلين على كاس العالم للانديه، يعني مطلوب منك يا عم الحاج ان انت تعمل نتائج طيبه، واشوف النادي الاتحاد او اتحاد جده في مراكز متقدمه على الاقل، على الاقل الوصول للنهائي. ده المطلوب من نادي الاتحاد، ده المطلوب ان انت تقول لي جيراردو ولا جياردو ناجح ولا مش ناجح مع نادي الاتحاد السعودي، لكن اكتر من كده لا. يعني انا سمعت مثلا اكشن مع وليد، يعني لازم تتابع البرنامج ده طالما بتحب الكره السعوديه، لازم تتابع برنامج اكشن مع وليد، ده لازم تتابعه عشان تعرف تفاصيل حاجات كتير، رغم ان انتهاء يعني ما سيبك بقى من انتماء وليد الفراج ايه وبيشجع فريق ايه، وكلنا عارفين هو بيشجع ايه او اكتر نعرف ان هو بيشجع ايه، لكن لما تيجي تتكلم وتسمع البتاع هو بيجيب لك الاتحادي والنصراوي والاهلاوي وكل الجماهير وكل نقاط كرة القدم التابعة لكل نادي، وده من الحاجات الحلوة والمميزة في برنامج اكشن مع وليد. ولكن لما يجي اتكلم على موضوع تصريحات المدير الفني لنادي الاتحاد الجديدة انا ما عجبنيش، ان هو بيقولك ان هو هيفشل مع النادي الاتحاد، معنى الكلام كده واختصاره ان المدير الفني للنادي الاتحاد الجديد جياردو مش هينجح، ده اللي واضح من السطور ومن الحاجات اللي انا سمعتها من برنامج وليد اكشن مع وليد. ولكن انا وجهة نظر بقى سيبك من الكلام، لان احنا سمعنا كلام كتير جدا وتيجي للتطبيق العملي تلاقي عكس كده. وانا اتوقع يعني هتقول لي قال ايه في تصريحاته المدير الفني للنادي الاتحاد الجديد، هقول لك قال لك انا هحقق كذا وجئت من اجل تحقيق والاستعاده وتاديه وواجبات، وان انا هاخد كاس العالم للانديه وهاخد كاس مش عارف ايه وكاس اوروبا وكاس، هيقول لك حاجات كتير. التصريحات ما فيش اسهل منها، ولكن انا هحكم عليك امتى؟ هحكم عليك في الملعب، اديت ايه، عملت ايه. ده بالنسبه للمدير الفني لنادي الاتحاد ان شاء الله باذن الله، وانا واثق ان شاء الله باذن الله ان الاتحاد يعني هيجيب حاجه مفرحه للمملكه العربيه السعوديه في كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. وانا كنت اتمنى لو رايي انا بقى، كان حسان خليفه تقريبا، حسان خليفه اللي كان هو المدير المساعد لنونو سانتو هو اللي كان يستمر مع نادي الاتحاد في الفتره الحاليه، ولا تقول لي جاريدو ولا جياردو ولا اي حاجه، خلاص انا ده وجهه نظري بسيطه، يعني لانه انا شفت ماتش الاتحاد اللي كسب فيه 4-2 ولا 4-1، يعني كان ماتش روعه جدا، اهداف لكريم بنزيما وصناعه اهداف، ماتش كان رائع، لقيت اللعيبه بتلعب من جواها، حسيت ان اللعيبه مبسوطه وفرحانه بعد رحيل نونو سانتو. واتمنى ان الاتحاد يقدم لنا كاس العالم هديه وتكون هديه مقبوله للشعب السعودي والجماهيريه السعوديه والجماهير الكره السعوديه ولينا كلنا، يعني يكون اول كاس عالم للانديه لفريق عربي افريقي اسيوي، هتبقى حاجه ان شاء الله باذن الله جميله جدا. وفي النهايه ندعي لاخواننا طبعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.